في إطار الشراكة والتنسيق المباشر مع النيابة العامة، بشرت هيئة تنظيم سوق العمل إجراء إنشاء مكتب لحماية المجني عليهم والشهود في جريمة الإتجار بالأشخاص، والذي يأتي استكمالا لمنظومة الحماية المقررة للضحايا والضحايا للمحتملين والشهود في الجريمة. وحول هذا الموضوع أكدت السيدة نوف عبد الرحمن جمشير الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص خلال اتصال هاتفي. أكدت أن الهيئة بالشراكة مع مختلف الجهات عملت خلال السنوات الماضية على تعزيز منظومة مكافحة الاتجار بالأشخاص. تم إنشاء مكتب حماية المجني عليهم والشهود في هيئة تنظيم سوق العمل، اللي يعتبر استكمال الجهود من نفس البحرين في إعداد منظومة شاملة ومتقدمة. وطبعا المكتب يعزز آليات التصدي لجريمة الاتجار بالأشخاص وحفظ الحقوق، وأيضا طبعا التنسيق بشكل مكثف مع النيابة العامة لدراسة حاجة توفير الحماية الأمنية للمجني عليهم والشهود وأسرهم منذ بداية التحقيق حتى المحاكمة وما بعدها. طبعا بالإضافة إلى توفير أماكن مهيئة لاستقبال المجني عليهم والشهود بضمان عدم التعرض لهم وتوضيح إجراءات حضور الجلسات للتحقيق. طبعا هذه الإجراءات مهمة في خلق بيئة الأمن والطمأنينة اللي تشجع المجني عليهم من تقديم شهاداتهم بدون أي خوف أو تردد، وبالتالي المساعدة في الكشف عن الجناية وضبطهم.